بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية مسائية في انطلاقة أشواط هذا المساء وانطلاقة هنا شوطنا الرابع في مجموعة شوطنا الخامس في مجموعة الأشواط والشوط الخامس الخاص بانطلاقة وتحديات هنا أيضا جني أصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات المسائية التي نتابعها بانطلاق وتحدي رائع وجميل. نسير معكم هنا بالتحديات، نتابع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بانطلاقاتنا ومتابعة هنا أصحاب السمو أهجنا أصحاب السمو والشيوخ. نسير إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى هملولة المنطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول من هجن الرئاسة بمتابعة علي بن ميل اللوهيبي، بينما المركز الثاني تأتي قمرة لسمو الشيخ راشد بن سعود بن أحمد المعلى مع سالم بخلفان بالشاوي الغفلي في تضميرها من تنطلق هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل. أما على المركز الثالث فتاة الشاهينية من هجن الرئاسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وعلى المركز الرابع وتاتينا الشاهينية من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، وعلى المركز هنا الخامس تاتي الشاهينية هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. الوصول هنا والانطلاق من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعيد مكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة الشاهينية قادمة هنا على المركز السادس من هجن الرئاسة بمتابعة هنا أيضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وعلى المركز السابع تاتي هملولة سابعا من هجن الرئاسة بمتابعة المضمر علي بن ميل لوهيبي، وعلى ثامن المراكز الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، والشاهينية من هجن الرئاسة بمتابعة هنا أيضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، تاتينا تاسعا وعاشرا الشاهينية من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الأولى المنطلقة بتحديات هذا الشوط وأحداثه. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى هملولة من انطلقت بصدارة. هملولة بالمقدمة وبالمركز الأول تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة من هجن الرئاسة بمتابعة هنا المضمر انطلاق والتحدي الظافر علي بن مي اللوهيبي من يتابعها على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني مراكزنا والمنطلقة هنا تأتينا بهذا الانطلاق من الجانب الآخر قمرة. قمرة هنا من تأتي على المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن سعود بن أحمد المعلى مع سالم بخلفان بالشاوي الغفلي، هنا تأتينا الشاهينية على المركز الثالث من هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وكذلك شاهينية أخرى تنطلق على المركز الرابع هجن الرئاسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هملولة المتسللة على قامس المراكز من هجن الرئاسة بمتابعة المضمر هنا أيضا بوليمايل علي بن مي اللوهيبي من يتابعها الظافر، وصلت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم قيادة عبيد بن محمد بالضبيعة. سابع المراكز تأتينا الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلال المنطلقة على سابع المراكز. المركز الثامن المتسللة هملولة هنا أو عفوا الشاهينية من تسللت بهذه اللحظات الشاهينية من هجن الرئاسة بمتابعة بوسعيد هنا بالانطلاق محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وتاسع المراكز الشاهينية عاشرا كذلك الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي في هذه المراكز هنا، وهذا الانطلاق والأداء المميز هنا للمراكز العشرة الأولى
التي نتابعها في مسيرة هذه الأشواط وتحدياتهن. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، وهملول المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. هملول المنطلقة بصدارة إجن الرئاسة بمتابعة المضمر علي بن إيمي الوهيبي، الملاحقة من الشاهينية في هذه اللحظات. إجن الرئاسة هنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير، وصلت هملولة كذلك على ثالث المراكز. هملولة إجن الرئاسة هنا يتابعها أيضا علي بن إيمي الوهيبي في التضمير بهذه الانطلاقات والتحديات المتميزة. أما على المركز الرابع فأرى الشاهينية على المركز الرابع، هجن الرئاسة يتابعها هنا في التضمير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والشاهينية هنا تندفع على المركز الخامس من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم بمتابعة المضمر. هنا أيضا عبيد بن محمد بن ضبيعة الاقتبي، والشاهينية المتسللة هنا من هجن العاصفة يتابعها غياث الهلالي على سادس المراكز وعلى المركز السابع. المركز السابع وتاتينا قمرة سابعا لسمو الشيخ راشد بن سعود بن احمد المعلى مع سالم غلفان بشاوي الغفلي في التضمير. المركز الثامن الشاهينية القادمة على المركز الثامن، هنا ايضا من هجن الرئاسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الوصول من الشاهينية في هذه اللحظات كذلك، هجن الرئاسة مع ابو سلطان حارب بن مغير العميمي من يتابعها تاسعا. والمركز العاشر الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا، هو اتجاهنا الى المنعطف الاخير لهذا المضمار. نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة، وبدينا بالمنعطف الأخير وهملولة. هملولة لا زالت على الصدارة من الجانب الآخر، هي المسيطرة على زمام الأمور. هنا هجن الرئاسة والظافر علي بن إيمي الوهيبي، وصلت هملولة وبدأت تتسلل في هذه اللحظات. هنا في هذا الانطلاق الشاهينية هجن الرئاسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وهملولة ثالثا ايضا من هجن الرئاسة، ثلاثية رئاسية جميلة. هملولة هنا المندفعة، هجن الرئاسة هنا بمتابعة المضمر علي بن إيميل لوهيبي، ثلاثية جميلة بالانطلاق، ثلاثية جميلة بالتحدي والإثارة. هناك رابعا تاتينا الشاهينية على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم بمتابعة عبيد بن محمد بالضبيعة، هنا مع مدرج الهبوط هو 2 كيلومترات. أما على المركز الخامس فتاتينا هملولة على المركز الخامس، أو نعم هنا الشاهينية عفوا في المركز الخامس، هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والشاهينية سادسا هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. سداسية جميلة نتابعها. القدوم مشاهدينا الكرام من الشاهينية، هجن الرئاسة بمتابعة هنا
حارب بن مغير العميمي ابو سلطان من يتابعها على سادس المراكز هملوله من الجانب الاخر هنا او عفوا الشاهينيه القادمه هنا هجن الرئاسه وبمتابعه هنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري قادمه ايضا بهذا التحدي المميز الجميل. هناك هجن العاصفه ايضا قادمه مع غياس الهلالي هنا بهذه المسيره والتحديات افراح قادمه. ولكن لنا عوده مشاهدينا ومتابعينا الكرام الى الصداره الى المقدمه الى المركز الاول وصداره هذا الشوط هنا والمقدمه والمركز الاول وهنا هملوله هملوله على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول مندفعه بصداره هذا الشوط هنا في هذه اللحظات بهذه الانطلاقه هملوله هجن الرئاسه هنا علي بن يمي اللوهيبي الظافر بالمتابعه مع الكيلومتر الاخير الشاهينيه على المركز الثاني هنا هجن الرئاسه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بالمتابعه والتضمير الله سداسيه رئاسيه جميله انطلق بهذا التحدي المميز الجميل هملونا الشاهينيه من غيرت في هذه اللحظات الشاهينيه هنا انتزعت الصداره انتزعت المقدمه والمركز الاول في صداره هذا الشوط ابغي تضيف هنا ايضا النقطه النقطة الخامسة هنا لهجن الرئاسة والرابعة هنا أيضا مع أبو سعيد هنا من يتابعها على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط ما شاء الله هي إذن الشاهينية من تندفع بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بدأت تنفرد بالمقدمة وبالمركز الأول بدون أوامر هنا على الصدارة على المقدمة تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز المميز الجميل وانطلاقتي هنا وتحديات الشاهينية شكرا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني وصلت هنا هملولة من هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يمي اللهيبي أما المركز الثالث فأتتنا هنا الشاهينية هجن الرئاسة بمتابعة أبو سلطان حارب بن مغير العميمي وعلى المركز هنا الرابع الشاهينية هنا من هجن الرئاسة خامسا الشاهينية من هجن العاصفة من حلت في المركز الخامس ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول الشاهينية بالفوز وبالناموس من أعلنت هنا التحدي في خامس أشواطنا قاطعة المسافة في 12 دقيقة 38 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية تهانينا والناموس من الرئاسة تهانينا للمضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هملولة من حلت على المركز الثاني ب 12 دقيقة 40 ثانية ستة من الأجزاء من الثانية تهانينا هجن الرئاسة تهانينا للمضمر علي بن يمي اللوهيبي المركز الثالث كان من نصيب الشاهينية من هجن الرئاسة بمتابعة حارب بن مغير العميمي من تابعها التضمير ولحظة وصولها إلى خط النهاية 12 دقيقة 48 ثانية 4 أو 49 ثانية 4 من الأجزاء من الثانية تهانينا وناموس تهانينا للجميع